عن الوحدة الأولى قيم خالدة. الدرس الأول اسمه جزاء العاملين، عندنا نص قرآني. النهاردة ناخد نص ايه؟ قرآن. النص ده حفظ من سورة آل عمران. النص ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن أهمية الايه؟ العمل، وان العمل ضرورة إنسانية لإعمار الايه؟ الأرض، وان الإنسان لا يقدر أن يعيش بدون ايه؟ بدون عمل. وقد ركز القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية العمل، وأكدوا على أن العمل ضرورة للإنسان لكي تنمو وتنهض الأمم، ولكي يكون الأمة الإسلامية أمة ناهضة متقدمة. ووعد الله العاملين بالثواب العظيم يوم الإيه؟ القيامة. ليه وعدهم بالثواب العظيم يوم القيامة؟ ليؤكد على حرصه على جعل الأمة الإسلامية أمة إيه؟ عاملة. قلنا قبل كده أن الآيات دي من سورة آل إيه؟ عمران. هنسمع الآيات مع بعض كده وبعدين نبدأ الشرح إيه؟ بتاعنا. صدق الله العظيم. الآية بتقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نشرح الآية دي وبتقول إيه؟ بالمؤمنون بيدعوا ربهم، بيكلموا ربهم، بيقولوا إيه؟ بينادوله، بيقولوا إيه؟ ربنا وآتنا، أعطنا. يا رب يدعو المؤمنون ربهم أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة إيه؟ رسله، من ثواب أو من حسن الإيه؟ الثواب، وألا يفضحهم يوم الإيه؟ القيامة، ولأنه لا يخلف وعدا وعده الله لهم قبل ذلك. يبقى تاني معنى الآية الأولانية بيقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. معنى الآية دي قلنا إن المؤمنون بينادوا إيه؟ ربهم، أو بيكلموا ربهم وبيقولوا له يا الله أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، اللي أنت وعدتنا بيه من حسن الثواب على العمل او جزاء العمل اللي احنا عملناه، ان انت تدخلنا ايه؟ الجنة، وانك لا تهنا ولا تفضحنا يوم الايه؟ القيامة، وذلك لان الله لا يخلف الميعاد. طب الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ فاستجاب لهم ربهم. على طول جات الفاء اهيت. الفاء ديت حرف عطف يدل على سرعة الاستجابة لدعاء الله للايه؟ للمؤمنين. وقال لهم كمان ايه؟ قال لهم ان هو استجاب لهم بسرعة، انه ما بيضيعش عمل عامل من ذكر او ايه؟ او انثى. يعني ان الذكر والانثى متساويين قدامه امام الله في العمل والايه؟ في العمل والجزاء. فبيقول لهم لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، ان الله لا يضيع عمل عامل سواء ذكر او انثى، فالجميع عند الله سواسية، او الذكر والانثى متساويين امام الله في الجزاء والايه؟ والعمل، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، الذين تركوا ديارهم حين ضايقهم المشركون وأجبروهم على الخروج وآذوهم، والذين قاتلوا وقتلوا، قتلوا واتقتلوا في سبيل مين؟ في سبيل الله. ده هيكون جزاؤهم ايه؟ هيدخلهم جنات تجري من تحتها الايه؟ الأنهار. سوف يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. دا
ده الثواب بتاعهم او الجزاء بايه بتاعهم او الجزاء بتاعهم ان هو يغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين ايه فيها. يبقى تاني بنأكد وبنقول ان الله قال انه سوف يدخل المؤمنين الايه الجنة ثوابا او جزاء على اعمالهم، جزاء على ايه اعمالهم. طب لما نبص كده في الآية الاولانية بتقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، المفروض هنا كانت اللي هنا يا ربنا، لكن هنا حذفت أداة النداء يا ليه، ليدل على قرب الله تعالى من الايه المؤمنين. آتنا أمر، بس طبعا المؤمنين مش بيأمروا ربهم، بيقولوا اسلوب أمر، بنقول اسلوب ايه أمر للدعاء والايه والتوسل. ما وعدتنا على رسلك يعني ما وعدتنا على ألسنة ايه رسلك، ولا تخزنا، لا تخزنا اسلوب نهي بينهي او بينهي ان ربنا مش هيفضحهم يوم الايه القيامة، ربنا مش هيفضحهم يوم الايه القيامة، برضو ده اسلوب نهي للدعاء والايه والتوسل. بعد كده هناخدهم في الايه في الجمليات. يا ترى ربنا استجاب لهم فعلا؟ استجاب لهم، والدليل على استجابتهم ايه؟ استجابة ربنا لهم ايه؟ ان هو جه الفاء على طول عشان يدل على سرعة الايه الجزاء او سرعة الجواب من الله. طيب لما نيجي نقول اسئلة مهمة بتيجي في الامتحان، بنقول بما دعا المؤمنون ربهم، الاجابة في الاول اهي في اول آية، ايه الاجابة بتاعتها؟ ان وعدهم ان يعطيهم او يدعو المؤمنون ربهم ان يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسله ولا يهنهم ولا يفضحهم يوم الايه القيامة. طب ما جزاء المؤمنين الصالحين عند الله تعالى؟ ايه جزاءهم؟ ان يدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. في سؤال برضو مهم في الايه دي بيجي، بيقول في الايه نداء وامر ونهي وضحهما، نداء وامر وايه ونهي وضحهما. النداء عندي مين؟ ربنا، حذفت اداه النداء ليدل على قرب الله تعالى من الايه المؤمنين. اتنا اسلوب امر للدعاء والتوسل، لا تخزنا اسلوب نهي للدعاء والايه والتوسل. طيب ما الدليل على سرعة استجابة الله؟ الفاء، ان هو الآية التانية بدأ في استجابة لهم لتدل على سرعة الاستجابة. طب لما يجي سؤال يقولي هل استجاب الله لدعاء المؤمنين؟ نعم استجاب الله لدعاء المؤمنين. طب هل الذكر والأنثى سواسية في الجزاء والعمل؟ نعم الذكر والأنثى سواسية في الجزاء والإيه والعمل. نبدأ نشوف بعد كده معاني الإيه المفردات. معاني الكلمات، الكلمة وإيه ومعناها. بص على الكلمة ومعناها كده، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يعني ولا تهنا ولا تفضحنا يوم القيامة، يوم إحياء الناس من قبورهم للحساب. فاستجاب لهم ربهم فأجابهم ربهم إلى ما دعوا، بعضكم من بعض، بعضكم كبعض، هاجروا تركوا وطنهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأغفرن لهم وأمحون ذنوبهم، سيئاتهم ذنوبهم ثوابا جزاء حسنا. نشوف كده الآيات تاني، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، لا تخزنا يعني لا تهنا ولا تفضحنا يوم القيامة، يوم إحياء الناس من قبورهم للحساب. فاستجاب لهم ربهم فأجابهم ربهم إلى ما دعوا، بعضكم من بعض، بعضكم كبعض، هاجروا تركوا وطنهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأغفرن لهم وأمحون ذنوبهم، سيئاتهم ذنوبهم ثوابا جزاء حسنا. الكلمة وجمعها، الكلمة وجمعها يوم أيام، عمل أعمال، أنثى إناث، الميعاد المواعيد، ذكر ذكور، سبيل سبل. تاني يوم أيام، عمل أعمال، أنثى إناث، الميعاد المواعيد، ذكر ذكور، سبيل سبل. الكلمة مضادها أو كلمة مفردة، كلمة ومفردة. رسول 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 رسول
ديار دار جنات جنة الذين الذي سيئات سيئة الأنهار النار. نشوف الكلمة ومضادها، نشوف الكلمة وإيه مضادها. آتنا خذ منا، اخرجوا ادخلوا، ثواب عقاب، تخزنا تكرمنا، سيئاتهم حسناتهم، حسن قبح أو سوء، تجري تقف، أنثى ذكر تحتها فوقها. شوف تاني، رسل رسول، ديار دار، جنات جنة الذين الذي، سيئات سيئة الأنهار النهر. كلمة مضادها آتنا خذ منا، اخرجوا ادخلوا، ثواب عقاب، تخزنا تكرمنا، سيئاتهم حسناتهم، حسن قبح أو سوء، تجري تقف، أنثى ذكر تحتها فوقها. نشوف بقى مظاهر الجمال كده. شوف مظاهر الجمال اللي عندنا في الآيات القرآنية. يقول لي ايه؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا. ان ده في ربنا غرض التعظيم، او ممكن نقول حذفت منه أداة النداء يدل على قرب الله تعالى من المؤمنين. آتنا امر للدعاء، لا تخزنا يوم القيامة نهي للدعاء والتوسل، انك لا تخلف الميعاد اسلوب يؤكد بأن ويدل على صدق وعد الله تعالى، فاستجاب لهم ربهم تعبير يدل على سرعة الاستجابة لدعاء المؤمنين، لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، تعبير يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الجزاء، قاتلوا وقتلوا تضاد يبرز المعنى ويوضحه. يبقى تاني، ربنا وآتنا ما وعدتنا، النداء في ربنا غرض التعظيم، آتنا أمر للدعاء، لا تخزنا يوم القيامة نهي للدعاء والتوسل، إنك لا تخلف الميعاد اسلوب مؤكد بان او يؤكد بان ويدل على صدق وعد الله تعالى، فاستجاب لهم ربهم تعبير يدل على سرعه الاستجابه لدعاء المؤمنين، لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، تعبير يؤكد المساواه بين الرجل والمراه في الجزاء، قاتلوا وقتلوا تضاد يبرز المعنى ويوضحه. يبقى زي ما قلنا ان الايات كلها بتتكلم عن اهميه الايه؟ العمل. وخلي بالك زي ما قلنا في مظاهر الجمال اهو، ربنا وانا واتنا ما وعدتنا، قلنا ربنا نداء لغرض التعظيم، اتنا امر للدعاء، لا تخزنا نهي للايه؟ للدعاء والايه؟ والتوسل. وكده يبقى خلصنا شرح جزاء العاملين.